هلا اكيد ما فيكي كمان انتقادات سمعيه وتنشيط كمان بالذات اول فتره. حاولت انه ما بدي افكر بالموضوع خلص من شكل انتقادات عم تجي وحكي عم يصير وتسكي. بس بعدين صار موضوع يزعجني، صرت انا بتذكر لما افتح الفيسبوك هي صارت هجمه فظيعه يعني على فجاه. كنت عم بعمل مقالب وما في شيء وكذا، قسم حابب قسم مو حابب، انا بالاخير ما فيني خلي الدنيا كلها تحبني يعني. خلينا نقول انه القسم الاكبر عم يعتبر صح. المقالب صح. مستفزه جدا بالذات اول فتره يعني اول ما عملت المقالب، يمكن هلا بعد ما مثلا بعد هالوقت صار لي سنه وشوي اوكي العالم تقبلت لسه شوي، فهمت انه هذا تمثيلي يعني فهمت انه انا عم بحاول يعني اعمل شيء لذيذ نضحك مع بعض كذا. انا ما ببالي اذي عالم، ما ببالي شيء، هذا كلياته شخصيه عم مثلها. بجوز كنت مستفزتهم بشخصيتي انه مثلا بتوقعي بين العالم متصنعه كذا، ما هو مو تمثيلي بالاخير، انا عم بعمل شيء تمثيلي ما له شيء حقيقي، مو هي شخصيتي كمان يعني. خليني اقول لك يعني هي بعض الانتقادات بتكون حول وين الفكاهه اذا انا عم بحرش شخص قدامي او عم جرحه. طب بس انا هلا جيت قلت لك انا بدي اعمل معك مقلب و بطل اسمه مقلب. لا انا بدي امزح معك. طب شو التجريح بالموضوع اذا انا هلا جاي عم بعمل معك مقلب؟ انا جاي يعني بمزح معك. طب انا جرحتك، شو التجريح بالموضوع؟ انا بمزح معك، شو جرحتك؟ طب شو الهدف منه؟ يا مثلا تبع اللحام ولا تبع الدهان ولا تبع شوفيرة التاكسي؟ هذا ضحك، هذا ما كان فيه شيء بيأذي. انا عم بضحك معك بس عم اتبارد عليك عم تغلظ علي، هذا ضحك بينتهي بضحك اساسا. فهذا ما فيه تجريح، ما فيه شيء، فهذا بيكون اوكي حقيقي. شو اكثر انتقادات انت بتجيكي فداء على صفحتك؟ لا الحمد لله ما عندي انتقادات. ما عندك انتقادات؟ لا والله. يعني اللهم مثلا انفك فتحات انفك كبار، اوكي شو اعمل؟ الحمد لله على خلقة ربي التامة. انفك كبير، قصدي تمي كبير، عادي كمان ما عندي مشكلة، ما بعتبرها انتقادات. أنا انتقاد يمكن صار تنمر. إيه لا ولا تنمر، أنا بعتبره يعني بصراحة رأي عالم. رأي. أيوة ما بعتبره انتقاد يعني. في منه مثلا بيقولوا لي إنه عدلي من لبسك، كمان ما بحسه انتقادات، بالعكس الله يهديني. عدلي من لبسك من أي ناحية؟ إنه اتستر نوعا ما بلبسي، بالعكس بقول الله يهديني. لا تهدي من أحببت إن الله يهدي من يشاء، بس برد عليهم بقول لهم بالعكس الله يهديني يا رب. لانه هو انت حتى كعرضت ازياء بتقول لي اثنين بتشتغلوا بهالموضوع، بعتقد كثير بيجيكم انتقادات حول هالموضوع، حد اللبس قد كان في مجال موديلينج ما اخذت فيه اعتراض معارضه يعني ما عارضوني عليه. ليش؟ حتى كعالم فولورز ما عارضوني يعني ما بينتقدوني وقت انا منزل صور كموديلينج. بصراحه انا بالنسبه لي كان في نقد، ما في، لكن انا كل شيء بعمله بنتقدوا. ما بعرف انا بحب انك صريحه. لا انا صريحه وما عندي لفو دوران وما عندي تبع انه المجتمع ما بيحب هيك فانا بمشي معه. خلص اوكي انا هذا رايي هذا فكري، انا هيك بحب يعني، ما بحب، بحب اكون مميزه. طب وبعد هالشهره كيف انا اليوم صارت عاليه؟ لا عادي 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 يعني، انا ماني شايفه انه الواحد محرزه انه في شيء يشوف حاله عليه ولا ينغر ولا لا، بالعكس. مو هي ليش العالم بتحبك؟ بتحبك على عفويتك، بتحبك على انه انت عفويه، اللي اللي عندي على لسانك على شو قلبك راس لسانك بقلبك على راسك يعطني بل ما قدرت احكي يعني انت عفويه ما عندك تصنع. انا بتذكر قبل ما افوت بالسوشيال ميديا هي انا كنت اشوف مثلا الناس المشاهير او هيك حسنا كثير مصنعين، قول انه في حدا هيك بالحياه انه ما حلو هيك. الاشخاص العفويه هي اللي بتلفت نظر، تحسي قريبه منك، تحسي انه هدول قريبين انا يعني مثلنا منا وفينا. فانا بحب هيك يكون. شو رايك في ده؟ برايك اليوم يعني اللي انا زادت عنه، عم نحكي بلوجرز ومحتوى وجوع ومرض ايه يعني عن جد قله ثقه، هي اكثر شيء قله ثقه وجوع. انا بعتبره جوع يعني، ما في الناقص شو ما اعطيتيه ما بيشبع. اللي عم تكون لان عندهم عاليه، سواء موضوع اعلانات بظهورهم بتواصلهم مع جمهورهم ما بيردوا على المسجات وغيره وغيره ايه لا عيب اكيد عيب ومرض وقله ثقه. لانه انا اليوم انا من العالم عن جد اعوذ بالله من كلمه انا اعيد واكرر زوم وانا عم بحكي على اساس انه شو عم بحكي كلام خطير احكيك. انا من العالم اللي برد على الكومنت
على المسجات واحيانا ببعث فويس نوت للعالم اللي عندي لانه في مسجات ما بعرف رد عليها كتابه بدها فويس عشان يوصل تعبيري واحيانا بقول لها دقي لي دقي لي والله ما بعرف احكي كتابه انه وصلك معلومتي دقي لك فاضيه بتقول لي اوكي بدي لي واقعد بسولف مع العالم لانه انا مين العالم اللي عندي صح. عالم هن عملوني اوكي انا طلعت اكيد عندي مقاييس صح لانه طلعت مثلا بس مين اللي عملني العالم بتحب العالم دعمه لي ايه طبعا